النائب. خلينا نكمل فكرة الدكتور جمال. سيادة العضو حبيبي جمالي قوي. سيادة العضو يا هاني بيه، لما يجي يؤدي اليمين، ومفيش داعي اذكر اسماء عشان ما اعملكوش حرج، يجي يقول انا بنيتي على القسم الاولاني، هذا يفقده القسم الثاني ويطلع بالظبط كده، هذه استهانه بالمجلس، مش استهانه بالمجلس، استهانه بالشعب نفسه. ولا بد ان يحاسب. انا غلطان يا هاني بيه ولا لا؟ لا صح. ما ينفعش، ما ينفعش انا ابقى نائب واكتب واقفل بقي كده ويقول لي انا ممنوع بامر الحكومه. حكومه مين اللي تسكتني؟ ده انا اللي سكت الحكومه بالحق وبالدستور وبالقانون، وخلاها تتكلم امتى وتشتغل امتى وتسكت امتى. لا اسف، اسف. اذا ما كانش النائب عارف هو نائب ازاي، نائب رايح يعمل ايه، قاري الدستور كويس، عارف القانون كويس، انت كده بتتكلم على الشيوخ يا ترى يا فندم. لا طب انا دخلت 2005 وانا ما اعرفش حاجه، صحيح اشتغلت محليات يعني، وسقطت 2010 وسقطت 2004 شورى برضه، لكن داخل وانا ابني محلات يعني شفت يعني شويه، لكن كنت بذاكر نائب مخضرة. انا كنت بذاكر، انا رايح 2005 من اول ثانيه ومسجل هذا، عارف انا رايح فين يا استاذ انجي.